الوداد البيضاوي كيربح القضية ضد الصحفي أشرف بالمودن. قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا إدانة الصحفي واليوتيوبرز أشرف بالمودن بثلاث شهور موقوفة التنفيذ في قضية اللي نشر فيها فيديو يتعلق بسعيد النصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي وعلاقته ببارون المخدرات إسكوبار الصحراء. وجاء هذا القرار ديال المحكمة اليوم الخميس بعد إدخال ملف المداولة منذ 8 فبراير الجاري في المواجهة القضائية التي يعتبر فيها النادي البيضاوي أنه تعرض للإساءة من خلال نشر أشرف لشريط فيديو يتهم فيه رئيس النادي بتلقي أموال من بارون المخدرات المالي إسكوبار الصحراء، وهي القضية التي يطالب فيها الوداد بدرهم رمزي حسب المحامي المهدي زوات. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد حال الملف على الغرفة الجنحية التلبسية بعد الشكاية التي تقدم بها مكتب فريق الوداد الرياضي على خلفية نشر الصحفي بالمدن شريط الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. وسبق لأشرف بالمدن أن نشر شريط فيديو يوجه فيه الاتهام إلى سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي بالحصول على مبلغ 3 مليار سنتيم كان قد منحها إمبراطور المخدرات المالي لفريق الوداد بحكم أنه من محبي الفريق. وأضاف بالمدن في شريط الفيديو أن الناصري استولى على المبلغ المالي واستعمله في قضاء مصالحه الشخصية، وهو ما دفع إدارة فريق الوداد إلى تقديم شكوى أمام القضاء لتتم مباشرة التحقيق في النازلة قبل أن تعقد جلسات المحاكمة في هذا الموضوع.